نرحب بسعادة السفير أسامة نجري، سفير المملكة العربية السعودية اللي أصبح علامة من علامات الصالون معانا، والأول مرة يشرفنا معالي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير محمد أمين رئيس وزراء موريتانيا الأسبق. وكمان للمرة الثانية بتشرفنا الدكتورة نهال فهمي المستشار الإقليمي في مصر للأمم المتحدة، ولأول مرة أيضا المهندس حاتم عبد الرازق الحاكم العام لنوادي الليونز في مصر. وطبعا ترحيب بيكم كلكم، انتوا اهل البيت واهل الصالون. طبعا كلنا عايشين اللي بيحصل النهارده في وطننا العربي، كل البلاد بلادنا، وعشان كده في شاعر جميل جدا الله يرحمه اسمه عصام عبد الله قال ايه: بلادي يا بلادي، بلادي انا ابنك، انا طولك، انا عرضك، انا زرعك، انا جدبك، وبحبك يا بلادي، علشانك بكبرلك، بسافرلك وارجعلك، بشبعلك وبجوعلك، وبعيشلك وبموتلك، والصارع والسامح وتشدد وتجمع، وبحبك يا بلادي، ولا غيري أنا يكون لك، ولا غيري شرب صبرك واستشهد واغزلك من عمري أمل عمري، وبصارع وبسامح وتشدد وتجمع، وبحبك يا بلادي. حب الوطن فرض علي. وسماك انت
يا مصر حبيب غيري أميل إليه في الدنيا دي. الحقيقة أنا كنت كلمتكم قبل كده هنا في الصالون إن أنا فكرت في الأغنية دي كتير، ولقيت إن لا يمكن يكون الحب فرض. فقعدت كتبت الأغنية دي مرة تانية وقلت إن حب الوطن إيمان ونية مش فرض، الحاجة مش مفروضة علينا. حتى كلام الأغنية جوه ما بيقولش كده، بيقول ده انا اللي بتربي في خيرك ومين هيرضى هوا بلاد. الكلام مفهوش فرض، في اختيار، في اصرار. الفرض بتعمله وانت غصب عنك، انما الاختيار بتعمله وانت حبه بنفسك. مش واجب، ده إيمان، إيمان، وحتى الصلاة إيمان. ونعم بالله، نعم بالله. طبعاً. تمام.